السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لجميع الأصدقاء والأحباب، وجمعة مباركة إن شاء الله. وما ننساش اللي دخلوا عندي جداد، تحياتي لهم. اليوم أحاول أن أتحدث باللغة العربية ليفهمني جميع الأصدقاء إن شاء الله. واليوم قررت أن أقتسم معكم كل معلوماتي في تجربتي في عالم اليوتيوب، ودخلت عليكم بحلة جديدة، صورة جديدة، ومحتوى إن شاء الله يكون جديد. وهذا أول فيديو، نزولا لرغبة بعض الأصدقاء الذين ليسوا في مقدورهم شراء حاسوب وما زالوا في البداية، فأنا أحاول مساعدتهم بقدر المستطاع في أي حاجة جربتها بكل صدق وأمانة إن شاء الله. خليكم معايا خطوة بخطوة، نوضح لكم الطريقة. والطريقة هي سهلة، الطريقة في جمع 4000 ساعة في من الهاتف. إن شاء الله نبدأ على بركة الله. أول خطوة، ندخل الجوجل بلاي، نحملوا هذا التطبيق يو سي تيربو. هذا التطبيق انا راهو عندي من قبل. ندخل نمشيو اليوتيوب، اليوتيوب هنا ندخل اسم القناة التي تريدون مساعدتها أو قناتكم. نكتب هنا مثال عالم سامي، عالم سامي، تخرج لي القناة. نضغط على القناة، نمشي للبلاي ليست. ثالث خطوة، نضغط على الدائرة الحمراء اللي فيها مثلث علامة اليوتيوب. نمشي معنا. وخامس خطوة ولا رابع خطوة، المربع الذي في أسفل الشاشة من اليمين، نضغط عليه يهبط عنا. ونعود نفتح صفحة أخرى بنفس الطريقة، نضغط على علامة الزائد التي في الوسط ونمشي اليوتيوب، وندخل اسم القناة. ونروح إلى بلاي ليست، نضغط على الدائرة الحمراء. هنا عندي كونيكسيون في الواتساب، نضغط على المربع ولات عندنا صفحتان، نقدر نفتح 3 أو 4 أو 5 أو 6. المهم تكون عندك الكونيكسيون أو النت يكون قوي. تضغط على علامة الزائد اللي في الوسط وتدخل نفس الطريقة. وهنا عندنا طريقة كاينة طريقة أخرى مليحة. نوري هيك، تبعوا معايا. هنا يخرج لنا من فوق في اعلى الشاشة، يخرج لنا البلاي ليست اللي درنا. تقدر تضغط عليها هنا، تمشي وتدخل اليوتيوب، ولا تدخل اي بلاصة حبيتها في الهاتف. تدخل والبلاي ليست ماشية وتخدم. نعطيك مثال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نديرو تنظيف للريترو شارجير،
وسخ بزاف موتور. واذا ندخل بالصوت البلاي ليست نشوف ماشي والفيديو ماشي. لك عبادي عني فاني قريب. سهلا مهلا، ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه وجربوها وقولوا لي في التعليقات. ان شاء الله المره الجايه نوريكم اشياء بزاف بزاف، معلومات بزاف بزاف ان شاء الله تفيدكم. مثال كيف تجمع السوايع في الحاسوب. انا راني هذه الطريقه الاولى اللي وريتها لكم، راي في الهاتف. المره الجايه ان شاء الله في الحاسوب، وان شاء الله المره الجايه راح نحكيوا على الدولار، نحكيوا على حوايج بزاف. وفي الاخير نقول لكم بسلامه، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. وإذا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوناش من إعجاب، وأنا بدوري ما نبخلكمش في معلومات إن شاء الله. تحياتي إلى جميع الأصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.